سلام. دابا جبرتوني انا في الطوموبيل ماشي الكامبو وغادي نمشيو دابا شويه، اصلا دابا قربنا نوصلوا وغادي نوريكم الاجواء تما وكل شيء ان شاء الله. متحمسه بزاف بزاف، كنحس بواحد الاحساس واعر ما نقدرش نوصفه لكم طبعا، ولكن المهم ديك الساعه نوريكم الاجواء كاملين، غنحاول نصور الماكسيموم ديال داكشي. فيروز المهم دابا انا وصلت لهنا اش كيقولوا له الكامبو، هادشي كي دياري ديجا دوزنا من بزاف ديال المراحل، ولكن دابا حنا قربنا نوصلوا ديك الساعه نوريكم. طربوس عارفه ما معوضش عاوتاني، وكاين بزاف ديال الناس ما عرفتش صوتي واش كيتسمع ولا لا. المهم عرفت دابا واش كتسمعوني بزاف ولا لا، من بعد بزاف ديال الحاجات عاد وصلنا لهاد البلاصه هادي. كندخلنا دابا Thank you.
صافي دابا سالينا خارجين بحالنا ماشي هادي اختي المهم انا فرحانه بزاف حيت غلبنا والحمد لله يا ربي غلبنا. المهم غادي نوريكم وريتكم الاجواء نقول لكم باللي كلفنا فين باركينا الطوموبيل ودابا باقي كنفتشوا عليها وصلنا عاوتاني كنطو حنايا في دابا الصباح وحنا كنفتشوا فاين ما رجبرنا شي صافينا هاد البلاصه هادي المهجوره ورجعنا نكامبو فين كنا فهمتي انا اصلا في حنايا فين كانوا كيدربوا برازيل متسنين وما كيتدربوا في الاخر 2-1